بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة سيد ولد عدنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، وتتواصل الرحلة المباركة عبر موقع وزارة الأوقاف من خلال هذه السهرات الإيمانية المباركة التي تقدم طوال شهر رمضان المبارك. خير ما نستهل به لقاءنا في سهرة الليلة تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة القرآنية المباركة خير بداية وخير استهلال لهذه الأمسية الدينية الطيبة التي نحتفل من خلالها بأيام هذا الشهر الكريم ولياليه عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية. يسعدنا الآن أن نستمع إلى هذا الحديث الديني والذي يعنون بعنوان الصوم مدرسة أخلاقية، يقدمه لنا فضيلة الشيخ عمرو الكمار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر طيب كريم، شهر رمضان المبارك، أنزل فيه ربنا القرآن الكريم وعظمه وعظم أجر العاملين فيه. رمضان مدرسة أخلاقية، مما لا شك فيه أن عبادات الإسلام جاءت لتهذب السلوك والأخلاق، كما أنها جاءت في المقام الأول لكي يتقرب إلى الله جل وعلا بما شرع سبحانه وتعالى. مع هذا التقرب إلى الله يأتي تهذيب السلوك والأخلاق، ليكون هناك جانب مهم جدا في قضية العبادة أن فيها إحسان لخلق الله جل وعلا، يعبد بها ربنا ويحسن بها إلى خلقه جل وعلا من إنسان وحيوان وجماد. إذا نظرت إلى الصلاة يقول ربنا جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فنهيها عن الفحشاء والمنكر هذا تهذيب للخلق، هذا جانب ينتفع به الآدمي من صلاتك. إذا نظرت إلى الزكاة يقول ربنا جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالزكاة تطهر النفوس، تزكي القلب وتطهره من سوء الأخلاق. الزكاة كما أنها عبادة لله جل وعلا هي كذلك تهذب الخلق. ثم نأتي إلى الصيام، يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن التقوى أن تحسن لخلق الله جل وعلا وأن تتجنب الإساءة إليهم، فكل إساءة معصية، وكل معصية أنت عنها مسؤول وبها مؤاخذ إلا أن يعفو ربنا سبحانه وتعالى. إن الصيام كما قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، الصيام حرز، الصيام حصن من المعاصي. يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فإن قاتله أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. المسلم
بصيامه يرقى ويسمو بأخلاقه المسلم الصائم في حرز عن معصية الله جل وعلا. لعل من أهم المعاني التي يرقي بها الصيام الخلق أهمها مراقبة المولى سبحانه وتعالى. المسلم في الواقع وهو صائم لسان حاله يقول: الله ناظر إلي، الله مطلع علي، فهو ممسك عن المفطرات لأنه يراعي نظر الله عز وجل إليه. أسأل الله عز وجل أن يسربلنا بكريم الأخلاق وكريم الفعال، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان والإسلام، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أروع المثل للإصلاح بين الناس، وبين لهم أن الشحناء والبغضاء هي الحالقة التي تحلق الدين وليست تحلق الشعر. وكم من المواقف التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب الأمثلة من خلالها للإصلاح بين الناس، سواء كانوا أفرادا أو أسرا أو جماعات وقبائل وعشائر. نختتم هذا اللقاء لهذه الأمسية المباركة عبر موقع وزارة الأوقاف بهذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا المبتهل الشيخ بلال مختار. رمضان يا شهر البركات، رمضان رمضان يا شهر الرحمات، الله زادك رفعة وحباك بالفضل المجيد، والمؤمنون تطلعوا شوقا إلى الفجر الوليد. هلا غفرت ذنوبنا يا رب، يا غافر الذنب الأكيد. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم، قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم يلي بتحلم بالغفران، ركع ساجد للرحمن، ياللي بتحلم بالغفران، ركع ساجد للرحمن، تعالى نصلي على العدنان ونطلب من رب رحيم. رمضان كريم تعال نصلي ونستغفر، تعال نصلي ونستغفر، تعال نصلي ونستغفر، تعال نصلي ونستغفر، والله الباري رح يغفر، ليعفو من نار الجحيم. رمضان كريم.